سجدت لها الأرواح بها ولها صار المسيح مبشرا وبها الكليم نجي من الأتراح بها ولها يا بنت سرك عجيب به يحضر الحضار يا سكن كل الوجود يا ملي كل الوجود يا كعبة الأحبار يا أنس يا معرفة يا سر مستطار يا أنس يا معرفة يا سر مستطار سر جمالك بمعنى وصالك سر جمالك بمعنى وصالك يجي الشؤون أحرار يا دايرة الأنس فينا يا حاضرة بمنار على سرك انت بسير وبوصل لباب الدار وياخدني شوقي يا بدوي وجالس الابرار ورآها يوسف عندما همت به فأعرض عنها خائفا نواحا وكانت له البرهان برهان ربه وفي الجب قد صارت له المصباح وكانت له البرهان برهان ربه وفي الجب قد صارت له المصباح يا عين عيون المعاني يا بينا يا بيان يا حضرة الأنس فينا يا موصلنا الحال يا آخرة يا أولية يا أولية يا أولية فينية يا سر وصال يا حضرة الحب فينا يا سر يا مدرة
الدرب بيك لما وصل لباب منار ويبقى صبحي بدا بالمعنى ولي انوار لا بنتي ده نجيب بابا بنايا ودعايا في الاسحار يا مالية ليا القدح من بدري وليا منار يا صبح ليلي يا عيني يا حضرة الحضار الحب بك معاني يما زينب وانت سيدة الأخيار شيخ العرب وفنار على معاني وحضرة كل استقبال والكل بك يما زينب دايما على استقرار يا بنت سيدنا علي يا سيدة الأطغار انت الأمور والندى وانت الخبر في الدار